أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لك الحمد في الأولى ولك الحمد في الآخرة، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد ربنا بعد الرضا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله جل وعلا رحمةً للعالمين، بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. اللهم فجزيه عنا خيرًا، اللهم اسقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها، إنك على ذلك قدير ربنا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله جل في علا، وخير الهدي هدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار، وأجرنا من غضبك يا جبار، إنك على ذلك قدير ربنا. أما بعد، فيا عباد الله، أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بمنكب عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وقال له صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كلمتان مختصرتان فيهما الوعظ الوافر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الفرق عباد الله بين الغريب وبين عابر السبيل؟ أما الغريب عباد الله، وكأنه صلى الله عليه وسلم يقول: قم في الدنيا كأنك غريب، أي أن مدة إقامتك في هذه الدنيا كحال الغريب. فالغريب عباد الله لا يركن إلى بلد، لا يركن إلى بلد الذي نزل به، والغريب عباد الله لا يأخذ الوطن الذي نزل به موطنا ومستقرا، بل هي أياما معدودات ثم يرحل إلى مقصده.
وأما عابر السبيل فهو الذي يمر بتلك الديار مرور الكرام سريعا، فالغريب يستغرق بعض الوقت في تلك البلدة التي نزل بها، وأما عابر السبيل فمدته أقصر، يمر بتلك البلدة مرورا كريما سريعا. وكذلك عباد الله، حال المؤمن لا يتخذ هذه الدنيا موطنا له ولا مستقرا له، يمر بها سريعا أو يمر بها مستقرا بها عدة أيام وينتقل إلى البلدة التي يقصدها. فعابر السبيل عباد الله أشمل من الغريب، وهذا هو حال المؤمن عباد الله. ويقول ربنا جل في علا: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فمن زحزح عن النار، فالأصل نار، فمن زحزح عن تلك النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. حكم الله جل وعلا وقضى بفناء العباد وهلاكهم، يقول ربنا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إنه الموت عباد الله، إنه الموت الذي لا يفر منه صغير ولا كبير ولا حقير ولا وزير، إنه هادم اللذات ومفرق الجماعات، يأخذ العبد على غرة في سروره ولذته وفي اجتماعه بين أحبته وخلته، قاطعا عليه تلك المسرات التي هو فيها إلى دار لا عهد له بها، وليس ثمة رجعة إلى الدنيا أبدا. فإن الله قد قضى عليهم ألا يرجعون إليها، يقول ربنا: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. فالموت عباد الله لا رجعة إلى الدنيا فيه، إنه سفر مخيف عباد الله، إنه سفر مخيف إلى دار الحساب والجزاء، إلى دار لا أنيس فيها ولا جليس إلا العمل الصالح، إلا العمل الصالح الذي عملته عبد الله. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كارحون. وعجبا ابن آدم يفر من الموت وهو يطلبه ويهرب منه ولا محيص عنه فإنه مدركه، يقول ربنا: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ولو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، لو أننا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن عباد الله إذا متنا بعثنا وسنسأل عن الصغير والكبير وعن كل شيء يا عباد الله. فيا ابن آدم إذا حل بك الموت وحضرت رسل الله ليقبضوك، فعند ذلك عبد الله لا ينفعك، فعند الله عبد الله لا ينفعك حبيب ولا قريب، ولا ينفعك ما نزل بك
حكيم ولا طبيب، فعندها يندم المفرط ويقول ربي رجعون ربي رجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فهيهات فهيهات عبد الله أن لك هذا، ليس لك ذلك عبد الله. فعندها تقول نفسه يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. يندم العبد على ما فرط، يندم العبد على ما فرط في جنب الله، ولكن هل ينفع الندم؟ لا ينفع الندم عباد الله. يقول الحسن البصري رحمه الله حقيق من عرف أن الموت مورده والقيامة موعده أن تطول في الدنيا حسرته وفي العمل الصالح رغبته. حكم ودرر تخرج من الصالحين عباد الله. حضر الحسن البصري جنازة أحد المؤمنين، فعندما انتهوا قال في الناس أيها الناس اعملوا لمثل هذا اليوم لمثل هذا فسوف يرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، فكل عمل ستقدمه سيعرض على الله جل وعلا وسيعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيعرض على المؤمنين يوم القيامة. فأحسنوا العمل يا عباد الله. فيا غافلا عن الله من لك إذا نزل بك الألم، من لك عبد الله إذا نزل بك الألم وسكن الصوت وتمكن منك الندم ووقع بك الفوات وأقبل ليقبض روحك ملك الموت وجاءت جنوده وقيل من راق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساء. فنزلت منزلا غير مسكون ولا تعرفه، فيا أسفا كيف تكون أحوالك؟ فأهوال القبور عباد الله لا تطاق. فاستعد عبد الله، اللهم ارحمنا إذا صرنا تحت التراب، وأنس وحشتنا في القبور، وآمنا يوم البعث والنشور. إنك رب كريم. وعجب عباد الله كيف يفرح العبد بالدنيا من تعد عليه أنفاسه. كيف يفرح ذلك العبد وهو يعلم أن أنفاسه معدودة عليه، وكيف يلهو من يقوده عمره إلى هلاكه وحياته إلى موته. فإنكم عباد الله ستغادرون وترحلون عن هذه الدنيا في آجال قد غيبت عنكم. فانظروا عباد الله كيف الخلاص فليس لها والله إلا الله. إنما هي أعمالكم ما تصنعون وتقدمون ستلاقون أمامكم. فالنجاة عباد الله قبل فوات الأوان. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. الموت أقرب منك عبد الله وأنت لا تشعر. الملائكة يحفون حول صاحبنا والناس حوله لا يعرفون ما يحل به من شأن. فالله عباد الله بتلك الساعات يا ساكن اللحد غدا أين الوالدون وما ولدوا؟ أين الجبارون وأين ما قصروا؟
قصدوا. أين أرباب المعاصي؟ أين أرباب المعاصي وعلى ماذا قد وردوا؟ في ظلمات القبور قد بكوا والله وانفردوا. أفضوا إلى ربهم، أفضوا إلى ربهم، فما قدموا قد وجدوا. فأقوام شقوا وآخرون قد سعدوا. اللهم اجعلنا من السعداء ربنا، إنك على ذلك قدير ربنا. يا غافلا عن الله قد أذن بالرحيل، قد أذن بالرحيل عبد الله، فالبدار عباد الله إلى دار الأبرار، فإنها جنة وإنها نار. جنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن اتقى، وإنها نار أعدت لمن عصى وشقى. اللهم أبعدنا عن النار. يقول سلمان الفارسي رحمه الله ورضي الله عنه: ثلاث أعجبتني ثم أضحكتني، ثلاثة أعجبتني ثم أضحكتني: مؤمل الدنيا والموت يطلبه، وغافل وليس بمغفول عنه، وضاحك ملء فيه وليس يدري، أساخط عليه رب العالمين أم راض عنه، وثلاث أحزنتني حتى أبكتني: فراق محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهول المطلع، والوقوف بين يدي الجبار. لا أدري ما يفعل بي، أإلى الجنة أم إلى النار؟ والعياذ بالله. هؤلاء الصالحون عباد الله يتخوفون من الله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد رضي عنهم، فما بال حالنا عباد الله لا نعرف مصيرنا، ونضحك بملء فينا وكأننا قد ضمننا الجنة. فوالله إنها مهزلة عباد الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. رواه الحاكم وحسنه الحافظ العراقي. فالبدار عباد الله إلى دار القرار، إلى جنة عرضها السماوات والأرض يا عباد الله. يقول ابن عيينة رحمه الله: أوحش ما يكون ابن آدم في ثلاثة مواطن: يوم ولد، وليلة يبيت مع الموت، فيجاور جيرانا لم يرى مثلهم، ويوم يبعث فيرى مشهدا لم يره قط. ثم قرأ قوله تعالى: والسلام عليه يوم ولد، ويوم يموت، ويوم يبعث حيا. فالتوبة عباد الله. رحم الله من تاب وأناب وأقلع عن الذنوب والمعاصي، وخاف من الله يوم الحساب، يوم تعرضون على الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية منكم. رحم الله من تاب وحافظ على الصلوات حيث ينادي بهن. رحم الله من حفظ لسانه وبصره وفرجه عن المعاصي. إذا ذكر بالله جل وعلا تذكر، وإذا أذنب أناب إلى الله واستغفر. يا نفس توبي فإن الموت قد حان، يا نفس توبي فإن الموت قد حان، واعصي الهوى فإن الهوى ما زال فتانا. أما ترين المنايا كيف تلقطن لقطا، وتلحق آخرنا بأولانا.
في كل يوم لنا ميت نشيعه نرى بمصارع آثارنا موتانا يا نفس مالي والأموال أتركها خلفي وأخرج من دنياي عريانا بعد 50 بعد 50 قد قضيتها لعبا قد آن أن تقصري قد آن قد آن يا راقدا في ميادين الهوى فرحا وغافلا في ثياب الغي نشوانا قضى الزمان وولى العمر لعبا يكفيك ما قد مضى يكفيك اللهم اجعلنا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنك على ذلك قدير ربنا اللهم اغفر لنا ما قد كان إنك رب كريم الحمد لله حمدا الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا كما يحب ربنا ويرضى يا ربنا لك الحمد حتى ترضى يا ربنا لك الحمد إذا رضيت يا ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي عليه وسلامه إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله فعلى العاقل عباد الله أن يستعد لما هو مقبل عليه من موت وقبر وبعث ووقف بين يدي الله جل وعلا قبل فوات الأوان فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه ما من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قد قدم وينظر أشام منه فلا يرى إلا ما قد قدم وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار يحطم بعضها بعضا فاتقوا النار ولو بشق تمر عباد الله من أراد أن ينجو من النار عباد الله فلينظر إلى عمله وإلى ما قد قدم فإن عذاب الله شديد يا عباد الله واستمسكوا عباد الله بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تفلحوا وأحبوا أهل السنة وما كان عليه السلف الصالح فإنه من أحب قوما حشر معهم وابغضوا أهل الكفر والعقائد الفاسدة فمن حب أهل العقائد الفاسدة حشر معهم فنرجو من الله جل وعلا أن يحشرنا مع رسول الله وأن يغفر ذنوبنا وأن يجعلنا من عباده الصالحين اللهم اغفر لنا ما قد كان إنك على ذلك قدير يا رب العالمين اللهم اهدنا بهدى واغننا بغنى واحمنا بحمى وفرحنا يوم نلقاك وأنت راضٍ عنا اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سبيلا للهدى ربنا اللهم أصلح حالنا إلى أحسن الأحوال وأصلح أولادنا وأصلح بناتنا وأصلح نساءنا وأصلح شباب المسلمين ربنا اللهم تبنا إليك فاقبل توبتنا واغسل حوبتنا واعف عنا واجعلنا من المتيقظين دائما لا نغفل عنك ربنا اللهم عاملنا بفضلك وجودك وكرمك ولا تعاملنا بأعمالنا اللهم يا حي يا قيوم يا من رفعت السماء من غير عمد ربنا اللهم إنا نسألك ونتضرع إليك ربنا رافعين إليك أكفنا فلا تردهما خائبتان ولا تردهما صفرا أن تجعل لإخواننا في بلاد الشام مخرجا وفرجا اللهم ارفع ما نزل بهم من البلاء ربنا ارفع ما نزل بهم من البلاء لا يرفع ذلك إلا أنت يا ربنا اللهم إنا نعلم ما قد أصابنا بسبب ذنوبنا فإننا تائبون إليك ربنا
اللهم اقبل توبتنا وارفع عنا البلاء يا رافع السماء ليس لها من دونك كاشفة ربنا. اللهم رد العباد إلى دينك مردا جميلا وألهمهم توبة يا رب ترفع بها البلاء عنهم. اللهم رد الناس إلى دينهم ورد العباد إلى أوطانهم سالمين يا رب العالمين. اللهم عليك بكل طاغية طغى وبغى وفجر وقتل العباد وخرب البلاد وعثى في الأرض فساد، ربنا اهلكه بما شئت وكيف ما شئت ربنا. اللهم ربنا عليك بمن نزل البراميل على إخواننا أن تحل عليه سخطه وتبغضه ربنا وتنتقم منه ربنا ولا تجعل له على وجه الأرض مكانا. اللهم دمره بما شئت وكيف ما شئت ربنا إنك على ذلك قدير. اللهم لا تجعل ظالما يحكم علينا ولا تجعلنا يا رب من المظلومين، جعلنا عبادا لك مستقيمين. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على رسول الله كما صليت وباركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وقوموا بالصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟
قالوا لبثنا يوما قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا ولكن لا تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين الله أكبر.